مع رجولي من عبد المعطي منصور واعداد من اسفل وكره قصيره النتيجه 13 الزمالك والارسال مع عبد المعطي منصور ومع نادي الزمالك 13-7 تغيير نفس التغيير نزل عماد فاروق وخرج حسن الحصري المسطرة 13-7 وهل في حق صد بقى من الزمالك وفي رجولة وفي فدائية من الزمالك وكرة حلوة ونقطة 14 الزمالك 7 مسطرات في الشوط الرابع والمباراة قوية جدا ومثيرة جدا حتى وكالات الأنباء العالمية والتلفزيونات العالمية بتصور المباراة بين 14-7 دبل سكور وواضح طبعا تألق فريق نادي الزمالك في المباراة حيث فاز في الشوط الأول 16-14 وفي الشوط الثاني يفوز بالمباراة وبكأس البطولة العربية ولسه في كلام ولسه في كلام ورفعة حلوة وضربة صحيحة ولسه في كلام تاني وفدائية كان على توجيهات الوزير السيد الوزير حسن الألفي أمن ونظام في الصالة وخارج الصالة وفي البطولة طوال مدة البطولة استقبال ورفعة حلوة وشوطة أحلى وضربة صحيحة والعسقلاني هي دي 15-10 وانتهت المباراة سيداتي أنساتي سيداتي سيداتي أنساتي سادتي انتهت المباراة القوية المثيرة الحماسية في نهائي الدورة العربية رقم 12 لأبطال الدوري بفوز فريق نادي الزمالك بثلاث أشواط لشوط واحد كسبوا الشوط الأول 16-14 والشوط الثاني 15-8 وفاز في الشوط الثالث فريق نادي مسطران 16-14 وفاز بالشوط الرابع والمباراه الزمالك 15-10 وبنقول لفريق نادي الزمالك مبروك وبنقول لفريق مسطران لقد اجدتم وهارد لك وبنقول للاعبي مسطران الخبره وموسيقات الشرطه موسيقات أكاديمية الشرطة بتعزف للفريقين وبعد